هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. اسمحوا لي اليوم أقدم لكم كذا شعر بسيط من أحاسيسي وقلبي وفؤادي، شعر نمطي فصيح حر ما بعد الحداثة. عندما فريتا في الكويت فلت، أكل الكبسة من بعد ما سلت، واليمن بجماعته ابتلت. بعدما شعر أنها ضايقة وأن العاصفة المشروعهم عايقة، راح يفاوض وشل فايقة. شلوا المشاط مشطها، ما قدر يمسكه ويضبطها، قامت تتسافه وتعصدها. ونقول لها يا فايقة عدى المراحل طوال، مش حق تفاوض انتو الا حق قتال، وضرب الاف 16 ولا بالنعال. رايحين تفاوضوا بكلام اسود، ما بنقولش استحوا لان اللي اختشوا ماتوا. فضيحة وين ما صرتوا، وبعد الانقلاب ما عاد فيش فضيحة اكبر. قالوا لهم الفريق الاعلامي 17 قابر ب40 40 40، اضطروا يكشحوا كل اثنين بغرفة. مفاوضات وامم متحدة وتأخير وملططة، ويا قين شلوا القين، وفي الاخير يشرحوا بشوائل وبردقان وقات. تهريب مخدرات عيني عينك، عشان وصلوا باعتبار الدبلوماسية. أيوة مخدرات، كذا قانونهم يعتبر القاض مخدرات، والمحترم يحترم الناس في بيوتهم وأوطانهم. أما البرتقال فيعتبروه مقعفرات، كذا حاجة فوق المخدرات بالترتيب. وصلوا متبردقين من أولها زوامل وسط مطار الكويت، واليوم الثاني بكروا يندعون النهقة في الشوارع. الموز لأمريكا، إدارة الفندق اللي نزل فيها فليتها ولا 40 حرامي تفكر تطالب بتعويض على الأضرار المادية والمعنوية. تخيل نفسك كده إنسان محترم وتنزل في فندق يقول لك هذا اللي كان في بول متبردخين الحوثة، والله لو يعطوك جناح هتدخل كده متشكك. يعني تخيل تنام على مخدة نام عليها المشاط وتلاقي شعر وكده يا أخي، من غير شيء كده من الأسماء، فليتها قال لك مشاط، قال لك جاحز، قال لك الدكاك، قال لك ابو شنكحه، ابو تنكه، فايقه. ايش ذا، تحسه وفد شليح مش مفاوضات. وفوق كذا كله يخرج ولد الشيخ يقول لك انفراقه، ولم نكن اقرب للسلام منا اليوم. الاقوى ايجابيه وتعز، ما عرفت ساعتين على بعض هدوء ولا توقف في بالقصف ليل ونهار. ايجابيه وقد قيرعت فايقه قيرعت انترناشنال، كيف لو كانت سلبية قليل؟ اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى حمار. الدلع يا فليتا انت واصحابك شوية في قنيف وشوية في طهران وشوية في الرياض وشوية في الكويت وماله. بس اشتي اسألك سؤال، اصحابك اللي في المتارس ايش اخبار القرعة؟ هيا وش ولا نقص. اولا وقبل كل شيء نقول لحضرموت الحمد لله على السلامه. وهذا الكلام يا حضرموت شوفكم غرمتوا بنه غمه وانزاحت، يا حيه يا حيه، وعسى القادم خير ان شاء الله. رحم الله الشهداء وعافى القرحه، ونقول للمخلوع والشخوه طارت عليكم وهد الله اعمالكم وخيب سعيكم في استخدام ورقه ارهاب القاعده. ولا حد يجي يتفاصح ويقول لي ايش دخلهم، شوف الجاي او بالحضرمي شوف الياي.
اللي شفتوه هذا منزل بالمكلا لضابط حوثي عفاشي اسمه محمد لوشري، لقى مصرعه بقصف القصر الجمهوري، ومنزله هذا كان وكر وغرفة عمليات للعناصر إياها، اللي لقيات من رجال الجيش الوطني والتحالف ما تستحقه. عودة المكلا لحضن الدولة الشرعية هي الملطام اللي بين العيون خلال مفاوضات الكويت. لا 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 انسوا لي حموس قليل، هذا قصته قصة. خلونا نشوف كيف الضرب كان بالمكلا والوقع في مران وسنحان وصولا للكويت. نبدأ من صحيفة الثورة تقول عن تحرير حضرموت من القاعدة. تحالف العدوان يستهدف حضرموت ضمن مخطط جديد بذريعة محاربة الإرهاب. طيب يمكن الصفحة مزورة. خلونا ننط للكويت مشوار لوسط المفاوضات ونشوف كيف فريق الحفاشيين مقهورين من اللطمة. نستعلم من اللي عينته الميليشيا رئيس لتحرير صحيفة الثورة محمد المنصور، وطبعا هو ضمن الفريق الإعلامي اللي فليته وفايقة. ولد الشيخ يعني حاول وبشكل واضح اليوم في أن يتحدث عن هذا الموضوع الذي جرى في حضرموت، وبالعكس هناك وصفه بأنه تطور إيجابي، ويعني محاولة لحرف مسار الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار إلى قضايا. أيضا كان هناك محاولات بالأمس من أجل تشجير الحوار والمشاورات من أجله. يريد أن يقنعنا ولد الشيخ بأن هذا التطور إيجابي؟ لا، هو ليس تطور إيجابي، وإنما هو سلسلة من حلقات متتابعة في المؤامرة التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وحضارة. إيش القصة؟ ليش الجماعة زعلانين من ضرب القاعدة؟ مش مكنتونا من عام 2014 احنا نلاحق القاعدة والطواعش، وافشلتم مفاوضات جنيف عشان ذا الخبر. حتى ها كذا كان يقول فليتتكم في ثاني المفاوضات. وصلنا مرة أخرى في نقاش جديد بعد عودة المبعوث من تلك الدول، وأبلغنا أن الملاحظات قد استوعبت بما فيها مواجهة الإرهاب. طيب لما ما يستوعبوش مكافحة الإرهاب تفشلوا المفاوضات، ولما يستوعبوها برضو تعترضوا، وبعدين من البز والبنان إيش الموضوع؟ الموضوع باختصار أن الشرعية والتحالف ضيعوا استغلال ورقة الإرهاب على الحوثي والمخلوع، وهي ورقتهم الرابحة أمام الغرب. الآن باح، يعني ما عاد فيش طواعش يا شخوة، ولا عاد في حوش يا مخلوع. انسى الحوش، خلي للحوش حاله، ضاع مستقبلك صح؟ اي والله، وقد شفت بعينك الحوش والبيت متروسات وزقروهم. الآن اشتك بموضوع مش وقتك، تعال كلمنا بعدين، الآن لازم اطلع فاصل، اصمتوا معنا. نفر 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 بن فليتة كان نجم الهدرة هذا الأسبوع بصراحة. أولها تدلع وما باقيش، ولما نقاهات يا لوك 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 لوك. هو اسمه عبد السلام ولا عبد الكلام؟ المهم الليد ما أكل كبسة كذا مية مية، وباقي قليل ويقول الشردة منحوثية، ولا بيقول زي الليد وسيم الحالي صانع السلام وحامل المقالي إنه جاي يصلح بس بين أنصار الله والمسلمين. بالمناسبة الليد ده غيران موت من بن فليتة، ونازل عليه منشورات ويوضع له خوازير عند الشخوة كذا منه. ايش ابرز ما قاله بن فليتة لصحيفة سعودية؟ المملكة تلعب دورا رئيسيا في اليمن، ومن الصعب ان يأتي احد يستطيع تجاوز العلاقة بين المجتمع اليمني والسعودي. طلبنا من ايران مليارين وذيعة، رفضوا ولم يقدموا شيئا. ما عادش قرن الشيطان ولا آل سنون. الله الله، تمام تمام، بتسمعوا يا بني حشيش، ما عاد إلا أنتم مكرضين، حتى إيران طلعت كخة ما قابتش 2 مليار دولار. طيب يا خليل المعروف تجمل من سفن السلاح اللي ما وقفت إلى هذه اللحظة، كذا أنتم بدون فرامل في كل شيء، بدون فرامل في التحالف، بدون فرامل في التخاصم، بدون فرامل حرب، بدون فرامل كبسة، بدون فرامل برضو كله بدون فرامل. هات هات، وإيش كمان؟ كلما قيل في بداية الحرب أن الهدف الدخول إلى مكة، كل هذا غير صحيح. أنا متحدث رسمي باسم أنصار الله، وأتحمل مسؤولية ما أقول، ولذا أي كلام يأتي من أي شخص آخر لا يمثلنا بالضرورة، ومن ثم نحن لا نريد أن يستمع دائما لما يقال في صفحات التواصل الاجتماعي.
الحقيقة أنك ما تشيش حد يسمع اللي بدخوله للقبائل من حرف سفيان إلى ذمار. غادي الله بغادي وهاتي عتيقة دهبيش وطلعوا الجهال فوق الشاس. ولا تشتي القبائل اسمعوا إيش بدخوله اليوم، إنه لا كان في قيزان ولا نقران ولا عطوان ولا هم يتبردقون، زرطوا ذهب النسوان وكباش القبائل ومجهود حربي وقافلة ورا قافلة للحطوط، وقرحتوا رؤوس الجهال على الفاضي. قلنا لهم يكذبون كما يتنفسون، قالوا ما وين راحت التعب على العامة من فساها، وين قالت الخيارات الاستراتيجية. قناة المسيرة تظهر ادعاءات وتضليلا بأنها استحلت مواقع ومناطق سعودية عارية عن الصحة. أؤكد لك أن ذلك لم يحصل بقناة المسيرة، وأتمنى لو ترسل لي بهذه الصور. ورقمي موجود لديك. رقمه موجود لديك؟ ها الآن نتصل به. 10 10 14 فليتا هو فليتا فليتا وش بك ما تجاوب؟ أها ألو يا فليتا مع كرم فليتا ألو، بس كنت أشتي أقول لك إني لقيت في قناة المسيرة اللي كنت تدور عليه. يا فليتا قاوب والله في كل نشرة يطلعون ويقولوا مواقع سعودية وحتى قتلة ما احترموش حتى موتهم، وبيطلعوا صورهم ويهددوا وكذا في كل نشرة، صبح وليل وظهر ومساء وكل وقت. شوف أنا مشيش أرسلهم للصحف السعودي، بعدين بيحرقك أكثر من كذا. وقل لحميد رسخ عيب. ألو يا حب برد يا عبد السلام يا فليتا، ما فيش فايدة، أنا يمني، روّوه يا شباب. وإن عدتم عدنا. يا فليتا مشكة مشكة، خليت حتى أبو المقاليد فاصها عليك وانت جالس تبتذل كده وتتهابل. دول الخليج والسعودية بالذات دول أجهزة عميقة تعرف الكذب الغبي وتحلل علاقات جماعتك وأطماعه. قصدك إنك ما تضحك عليها مثل ما ضحكت على عذر وسفيان وبني حشيش؟ يا رجال استحيق من يسيء للمملكة لا يمثلنا. الناس لهم سنتين يشوفوا المسيرة وخطابة سيدك يا باقي الزنابيل وين باتروح. أذكرك بعبارة واحدة بس من كذباته وفجوره وافتراءه، ها: إسرائيل شاركت في هذا العدوان على بلدنا، وإسرائيل نقلت قبل أيام الكثير من صواريخها وقنابلها إلى قاعدة خميس مشيط، إلى قاعدة خميس مشيط، إلى قاعدة خميس مشيط. خميس مشيط قم ظهران القلوب يا فليتا، وتشتي الناس يمسحوا الكلام والقتلى والصواريخ والعلاقات العضوية مع إيران وحزب الله في كلمتين مع صحفي. تكذب الصبح للصحابة الخليجية وترجع تكذب بالليل بالمسيرة وعشان بني حشيش وبني مطر ويقولوا صامتون. نفس كذبكم وصلتم الكويت وبقلة حياة تصرخوا بباب الفندق الصبح على الموصلة أمريكا، وفي الليل بأحضان سفير نفس ذات أم أمريكا. هيا عوش ولا نخ. ألو. أهلا ومرحب. معاك أنا. قدك فاضي يا كرم أكلمك؟ حتى لو مش فاضي قدك تهدر. هات خبرك يا حوش. لا ما عدناش حوش، خلاص الحوش زقروه بالمكلة. خلاص زقروه، ها؟ وإيش أنت الآن؟ أنا الآن مع اللائباليون. أيوة قلت ربنا قابك. إيش كان يقصد المشاط يعني؟ من هم اللي مش عارف اللائباليون؟ اللائباليون هو إحنا. أيوة أيوة، من أنتم يعني؟ وضح لنا الإباليون هؤلاء. والله ما لي علم، المهم قالوا لي قدك مع اللائباليون اضلع الشاص. قلت تمام بسم الله. الله شلوا دمك وحتفوك ونتفوك وشلوك وانت والمشاط في يوم واحد؟ حرام عليك، معي جهال احواز صغار وكذا قصدك؟ لا إباليون. الا شلو دمك انت والمشاط في يوم واحد؟ حرام عليك، معي جهال. احواز صغار وكذا قصدك؟ لا إباليون. الله يجلك انت وهو والمشاط والشخوة.
طيب اتصلت ايش كنت تشتهي؟ شوف انا ولا طلعت مع اي برنامج ثاني الا انت، طلعت معك حصريا. تمام مقدرك، وايش المطلوب؟ نزلني. ايش؟ نزلني. من فين انزلك؟ اتمسى على دمك الليلة. من الحيرة. الله، حيرة ايش بتختب لي عاشق دحين؟ اصبر علي، بعمل لك فرقة عن برنامجك ما حصلتش. الله، معلومة صاعقة، قنبلة الموسم، بفخخ لك الشاشة. خلاص 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 خلاص، الله يكفينا صرف فرقعاتك وقنبلاتك. ايش في؟ طلع لي صورة فايقة. طلعوا له صورة فايقة. ها، ركز على الشارع. ركزنا. هات صورة صلاح الدكاك الأخيرة. هاتوا له صورة الدكاك الأخيرة. ها، ركز على الشال. أوف، نفسه. السؤال، حق من الشال؟ هل صلاح هو فايقة أم فايقة هي صلاح؟ أم الاثنين هم اللائباليون؟ أقول لك. ها، أسرع شوف لك مهرة ثانية. وين جيت يا زكريا؟ الحمد لله على سلامتكم. تعال خارجنا زكريا، عول. ايوه ايوه يا ليل، حول حول، وينك ده ما تطمن حتى على حد. المهم في بداية الحلقة بنترحم على الشهداء اللي ماتوا، وبنبارك للجميع بالإنجاز اللي حصل، وباقي التفاصيل بعد الفاصل. ولا نخس. رجعت لكم، مع انه يمكن حسبتونا ان الحلقة دي ما بنشارك فيها بحكم الاوضاع اللي عندنا، وجيت لكم ومعي عتاب عليكم، ما حد اتصل وما حد حتى يسأل علينا. يا جماعة نحن انتصرنا وفرحنا، بس يلا نقول يا من بعدين. يا جماعة حسستونا انه حضرموت في كوكب غير كوكب الارض اللي نحن فيه، لكن ما يقول شيء. ببارك لنفسي وببارك لحضرموت، وبنقول الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامة المكلة والشحر وغيل باوزير والريد الشرقية وكل المناطق اللي تحررت، وعيالنا ما قصروا. ما شاء الله جيش جرار، في شغلة بس تمنيت الحكومة تسويها، ترسل معهم كم مولد كهربائي عشان الحر اللي نحن فيه ده، وبعدين الطفي ما شاء الله من شق ثاني. لكن يلا، قد قالوا من قبل، مسكين بو حضرم عبر وقته يصاليها قدر. طيب يا جماعة تعالوا خلونا نرتب الأحداث اللي حصلت. كل اللي حصل يعني في ساعة واحدة تو في غمضة عين حصل، يلا بنقول الحمد لله. وبعد صدق اللي يزعل اللي حصل سرقة الممتلكات من الأماكن العامة والخاصة. يا جماعة صراحة هذه شيء يزعل، ما بغنا يتكرر مرة ثانية، وإن شاء الله يعني إن شاء الله اللي أبغى التوعية بسيطة بس وغلق الموضوع. الحاجة الثانية اللي تزعل اللي هو الأخبار الكاذبة اللي طلعت. يا جماعة خاف الله، الوضع مهم بنفس الأخبار اللي نشوفها. بعدين كل شوية طلعوا لي تصريح حق عسيري، يا أخي تعبتوا الرجال وجبتوا أخبار مندر من وين، والصحفيين كرهتوهم بأم المهنة. قد قالوا من قبل ما حد يجيب الخبر نفس الخبر، لازم يحطون للصافي غشر. قرار حظر الدراجات النارية، نعم أنا معترض على القرار، وأكيد أي شيء بيخدم المحافظة بنطبقه، بس إنه السيكل يعني شيء مهم في حياة أهل المكلة، يعني حتى وهم نيام يحلمون إنهم يسوقون سيكل، عشان كذا بغناكم تراعون نحن ونحن بنراعيكم.